الرائعة تضمكم أيها الكرام أيتها الكلمات. اليوم كانت أمسية رائعة بل أروع من رائعة، حضوركم وجودكم فتحيا لكم. الموسيقى فرقة أليونس أوركسترا أليونس غتوجد وحنا غنستمعوا واحد الكلمة للسيد محمد إسماعيل من الجمعية المحمدية لمساندة ورعاية المسنات والمسنين، فليتفضل مشكورا سي محمد إسماعيل. بعد الكلمة ديال سي محمد إسماعيل سنمر مباشرة إلى أوركسترا أليانس لختام هذه الأمسية المتميزة الرائعة، أمسية الأبطال تحت شعار التحدي وإثبات الذات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من كان رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور العزيز، جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالت عن نفسي ونيابة عن الرابطة المغربية للمتنقلين والمتقاعدين والجمعية المحلية لرعاية وكتابة المسنات والمسنين، نتقبل منكم لجمعية أبناء ذات ذوي الاحتياجات الخاصة على إنجاز هذا العمل وهذه الانتفاضة الطيبة. اليوم 30 من شهر تنفيذ 2013 المتعلق بأمسية الأبطال تحت عنوان التحدي وإثبات الذات. السيدات والسادة الكرام، إننا نعتد بتمية أبناء فاس في ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحمل شعار إرادتي أقوى من إعاقتي. أعزائي، الرياضة كعادة أساسية للتنمية المحلية مثلكم جميعا، إننا نتقدم بأحضر التهاني والتبريك للأبطال المكرمين نظرا لمجهوداتهم الجبارة في إعداد بدني والتهيئ الرياضي لتقوية مهارات اللياقة البدنية. بعد أخذ معلومات علمية خاصة بالأداء الرياضي للممارسة في تطبيقا علميا يرتكز على مسائل علمية. وفي الختام، نسأل الله الخالق أن يمد ذوي الاحتياجات الخاصة والجميع بالسلامة والعافية والأنصاف الخافية والنقود الكافية، والسلام عليكم ورحمة الله.